حادثة غريبة من نوعها، طلق ثلاثة إخوة زوجاتهم معا وفي دقيقة واحدة، والسبب أنهن لم يقمن بخدمة والدتهم واستحمامها، حيث أن أختهم الوحيدة كانت تأتي كل أسبوع يومين لخدمة أمها واستحمامها، لكن أختهم لم تتمكن من المجيء منذ فترة بسبب مرض زوجها بالسرطان، مما اضطر الأخوة الثلاثة إلى الطلب من زوجاتهن العناية بوالدتهم واستحمامها. وبعد أن رجعوا من العمل مساء شاهدوا أن امرأة عجوز من جيرانهم هي من شرفت على استحمام أمهم، فنادوا زوجاتهم وطلقوهن معا، وفي نفس اللحظة اتصلوا بأهالي زوجاتهم ليأتوا ويأخذون بناتهم، وقالوا هكذا نسوة ليس لهن مكان في بيوتنا.